مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة تقيم حفلها الجماهيري الثالث احتفاء بإنجازات 8 سنوات من العمل وخدمة المجتمع المحلي بناء وتأهيلا ووقوفا بجانب الأسر. اليوم سنملك منزل لتمام 161 منزل في مديرية صالة، كذلك العديد من الأنشطة الاجتماعية والخيرية التي بدورها ترفع من مستوى المرأة وتعمل لها دور إيجابي في الحياة، واضعة بصمة قوية بدون الاحتياج لأحد. مؤسسة رسالتي جعلت أغلب اهتماماتها بالمرأة والتخفيف من معاناتها وجعلها رقما صحيحا تفيد المجتمع وتستفيد منه. لما توجهت لمؤسسة رسالتي وشجعني خلاني وثق بحياتي وبشغلي، وافتخرت انني امشي بالشغل هذا. المشروع ملكني مشروع ملابس، واتمنى من جمعية مؤسسة رسالتي وهي تسمعني انها توفقني زيد ان نعمل محل. مؤسسة رسالتي بذكرى التأسيس 8 سلمت المنزل رقم 161 للمستحق، وقامت بعشرات الدورات التأهيلية وتسليم أدوات العمل، مما جعل من الخريجات أرقاما منتجة وكافلة لنفسها وأسرها التي تعولها. وهذا ما يحتاجه المجتمع اليوم في ظل الفقر والحرب والحصار الذي تعيشه تعز.